قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما هو التحقيق في المراد بالقصر؟ هل هو قصر الكمية أو كيفية؟ يعني لا سيما من السباق والسياق صارة الخوف. نعم صحيح، عام وعام لهذا وهذا، لكن بلا خوف للكمية فقط، بلا خوف ومع الخوف للكمية والكيفية. كيف الجواب على حديث عائشة أن صلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر؟ نعم. بما أنها هي الأصل ركعتان، فكيف التعبير فكيف نعبر أنا بالتقصير؟ لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون، فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما ولا والطواف بهما من شعائر الله. كذلك أيضا لا جناح عليهم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أصلح أظن أدري.